ابتدى قبلها باحتضان على مدار السنه الدراسيه وهكذا. السنه دي زي ما زميلي الاستاذ حسام قال يمكن استحدثنا تنفيذ المعتاد بنقدم اللغه الانجليزيه والحاسب الالي. طيب الزمن بيتطور، احتياجات الطلبه للمستقبل بتتغير، فحبينا نعمل حاجه صغيره ليست نظر لاولادنا ان هم هيكبروا وهيشتغلوا في زمن غير زمننا. انت ما ينفعش وكلامنا لاخواتنا اولياء الامور، لو سمحت يا جماعه ما تقعدش تزن على ابنك، انت لازم تخش طب، انت لازم تخش هندسه، ابن عمك مش عارف دخل ايه. سيب ابنك وبنتك يمشي ورا عاطفته، هو بيحب يشتغل ايه وبيحب يتعلم ايه، علشان ما يتحولش لمجرد اداه او ترس او مع احترامي كلنا موظفين او مجرد موظف مستني ياخد مرتب اخر الشهر. لا، خليه يبقى صاحب العمل بتاعه وصاحب الفكره بتاعته. حبينا ننبههم تنبيه صغير جدا ان في حاجه اسمها رياده الاعمال، ان في حاجه اسمها وظائف قرن 21 لازم يجهزوا نفسهم علشانها. يمكن الاعلان اللي حابين نعلنه النهارده ان احنا بنجهز لدبلومه كامله لرياده الاعمال بتزيد عن 150 ساعه، واولاد حضراتكم اللي كانوا موجودين معانا في اوائل الاعداديه هم اول المرشحين ليها، ودي هتكون تماما اول دبلومه من نوعها تتعمل داخل وزاره التربيه والتعليم. احنا هنا في المركز برغم الامكانيات القليله جدا بنحب دايما نشغل مخنا ونكون سابقين غيرنا، ودايما فعلا الحمد لله بقيت مراكز التربيه بتتعلم مننا وبتحسبنا، مش عارف يحسبونا على ايه بس بيحسبونا برضه. مش هطول على حضراتكم كتير، بس لازم اشكر اولا الطلبه ولادنا الجمال اللي كلنا انا وزمايلي المدربين وزمايلي في المركز كنا حابين الشغل قوي 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 بسبب ولادكم، ربنا يحفظهم ويحميهم. انتوا شباب وشابات بجد نموذج لبقيه الجيل، رائعين جدا. انا عارف انكم فخورين بنفسكم قوي وما تبطلوش شغل على نفسكم، لان انتوا نموذج لمستقبل رائع يخلينا متفائلين بالبلد كلها. احب اشكر الابهات والامهات الرائعين اللي انا عارف كويس قوي الاب، وعارف كويس قوي اعداديه، وعقبال يا رب ثانويه هتشوفوا ايام حلوه قوي في الثانويه ان شاء الله، يعني هتتعبوا اكتر شويه بس هتبقى بالخير باذن الله. على تعبكم معاهم وتشريف وتشريفكم لينا النهارده، وعارف قد ايه ضحيتوا بوقتكم واستنيتوا شويه. الف شكر لحضراتكم، يا ريت تسقفلوهم برضه. احب اشكر انا بقول جيش المدربين مع ان هم اربعه او خمسه، لكن بجد مقاتلين. يعني انا شفت اربع خمس جنود مقاتلين مع الولاد، والا ولاد رائعين زي دول ما كانوش يقتنعوا بيهم. انا دايما بقول لاولادي ايه؟ لو التدريب ما عجبكش ما تجيش بكره. انا بقول لهم كده لان انا واثق قوي احنا بنعمل ايه؟ والفريق بتاعنا بيعمل ايه؟ يعني احب اشكر دكتوره سماح، دكتوره صفر، دكتوره منال، واخويا الصغير دكتور حسام، واستاذ رشيد هو نجم التدريب. يعني هو اخيرا احب اشكر استاذ محمد. طبعا استاذ محمد النجم الصاعد، اول مره يعني هنتعامل معاه واكيد مش اخر مره، قلت له خلاص انت محسوب عليك، انت صاحب مكان. اشكرك جدا يا استاذ محمد. فريق المركز اللي هم الجنود الغير مجهولين طول السنه معانا ومستحملين، وانا لسه بقول لغايه انا فريق المركز.
يعني وانا عارف ان انا مدير غلس جدا ومتعب جدا، اول ما بتيجي فكره في دماغي بحب ان احنا ننفذها. طيب يعني من كده استاذه نجاه طبعا حميد ابو شوقي طبعا هو استاذ حسام طلع بكذا دور، يعني هو مدرب مش مثلا في المركز او كان مش عارف اقول عليه ايه بصراحه، بيعمل كل حاجه. طبعا الاستاذ علي المسؤول الامن وعلى راس القايمه استاذ محمد كمال وجود اسماعيل دي نصر الدين. انا عارف وقته ومجهوده كبير قد ايه، كونه يوفر وقت وجهد ومال وكل حاجه علشان يكون موجود معانا، فده تشريف كبير لينا.